الرجاء خويا عادل شنو وقع البارح في الجمعه؟ الجمعه البارح عادل هاله طلع رئيس لفريق الرجاء البيضاوي بعد ما كان هو المرشح الوحيد. هذاك الشيء اللي قلنا البارح ناقشت انا بالعودي، بقى عليا الصندوق تصويت 50 بلس 1 بلس 2 بلس 3 في الاخر داك الشيء اللي قلنا هو اللي طلعوا. السلام عليكم الجمعه مسيدو الفسيه، واش بغيتوا هاد اللائحه هي اللي كاينه؟ اه شو شكرا الى اللقاء الى اللقاء. طلع رئيس وي كانت الامور واضحه، كانت الامور واضحه، كانت الامور واضحه. العدد اللي جاب هذاك فهو عدد كافي، كان النصاب القانوني، كان النصاب القانوني بخير، ما كاينش الاشكال. شوف الناس كيقلبوا على ما باغيش كاع المشاكل، الناس باغيين يقلبوا على البارح. فاش كتسمع عادل هاله وي برافو لعادل هاله، لان جاو من الاخر باش ما يكثروش الهضره بزاف. عباد الله ماشي عندهم شي 12 مليون انا وياك خدامين. الناس كيسمعوا لينا. واحد عيط لي فيديو من الجيميل، ما فهمتش انا الجيميل فيديو. اش بغيتي راه الغد؟ اش بغيتي اش بغيتي؟ حنا خدامين انا والحاج والحاج، وانت بعيط لي شي ميل وطالعين في الدروج وطالعين في 14 بخا وطالعين في الدروج وجلب سخفان راح الخاويه وبعيط عليا لا باش نبداو في الوقت بعد. العظيم دوز لينا خط السي عادل هاله نسمعوا لعادل هاله لو ميساج اللي دوز عندك. غنصيفطوا لك كادير. فين هو كادير؟ كادير ها كادير. نسمعوا لعادل هاله. لا نسمعوا لعادل هاله، نصيفطوا النوفل. رانا عارف النوفل، النوفل بعد مني راه ما عنده، راه شوف راه ما شاد والو هذه الساعه هذه. قلب 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 وصافي نوفل، دير معايا الخاطر. السي عادل هاله طلع رئيس كيف قلنا، معطل الوضع الوضع، حيت بزاف ديال الناس ما عارفينش كيخرجوا عينهم. لا حيدنا المنع لا درنا، مي السي عادل هاله شرح الوضع. برافو ليه، برافو لهاد المكتب اللي معاه، لانهم بغاو يتحملوا مسؤوليه. وكانت الامور واضحه، كانت الامور واضحه. انا كيعجبوني الناس ديال التحدي. اخويا احنا جينا وحطينا، جيو حط معايا وقول معايا. ما كاينين بزاف الناس ما باغينش. اشوف اللي ما درتيش معاك في المكتب ولا في اللائحه يحفر لك شي معارضه ولا بدا المعارضه. راه مزيانه تكون، مزيانه تكون معارضه ومزيان ما تتفقش معايا ومزيان، ولكن اللي غادي يكون كيف قلتي دابا غادي ياخذ المسؤوليه خاصو يتحمل مسؤوليته. وكاين تحديات راه خاصو يدير معاه مكتب اللي يدير، كاين تحديات كبيره سيرتو المشكل دابا الشق المادي. مالي شو حنا راه عايشين في الرجاء هذه السنه، 12 مليون مع الدرهم قال باقي مليار و100 باش يحيدوا دابا. لا 11 مليون درهم مزيانه مزيانه، راه ديجا غتدخل مليار فوالا، غتدخل فهاد ثلاث ايام غتدخل مليار ديال. وكيف قلتي عادل، شوف المعارضه مزيانه ولكن تكون معارضه بناء، تكون معارضه ماشي اللي غادي يبدا باش ندير معارضه باش ندير معارضه نو. الا كان بحال مثلا شي اخطاء دارت خاصها تذكر، عندنا خاصو يكون اجتماعات، خاصو يكون يعني تكون يكون الوضوح، يكون تنتدابات يكون فيها الوضوح. حاجه قبل الجمع العام وي كان شويه ديال كاين الغموض. لا دابا كل واحد كيفكر، شوف كل واحد الحاج كيفكر بالمنظور ديالو بالطريقه ديالو. مي في الاخر لا يصح الا الصحيح. لائحه وحده تحملوا المسؤوليه، ها هما جاوا برافو عليهم. سي عادل هاله البارح عطى الوضع باش حتى واحد ما يبقى كل واحد شي كيشرق شي كيغرم. حنا الخبر من عند السي هاله رئيس ديال الرجاء، ها الوضع ديال فريق الرجاء البيضاوي. حنا كمنخرطين منين نخرجوا لبرا ما نسوقوش المغالطات، نسوقوا الحقيقه للجماهير ديالنا اللي خصها تساندنا. نقول لكم الاشكالات اللي كاينه، وانا كنت كنشوف دابا في ليكزو سوسيو الناس كتقول لك المنع تحيد، المنع قسما بالله ما تحيد. والله ما جبنا واحد 11 مليون درهم، والله لا تحيد بكل صدق. الناس كتقول لك دخلنا الفلوس عندنا في الحساب، ما كاين لا فلوس لا والو، حنا كنجتهدوا باش نحيدوا هاد المشاكل هادي. دابا نساو هاد 11 مليون درهم اللي باقا لينا دابا، نساو حيت باش تعرفوا بانه المنع ماشي هو المشكل. حنا نخلصوا هاد، نقلبوا على 11 مليون درهم ونحيدوا المنع، اشنو جاي؟ يلا انتم الله يجازيكم بخير. عندك اسيدي مروان الهدهودي 451 مليون، مروان فخر 323 مليون، فهد منصف 39 مليون، ومازال فريق الفتح خصو ياخذ 20% النسبه ديالو من انتقال مهدي موهوب. عزيز الشافعي 50، الدفاع الحسني الجديدي 50 مليون في انتقال ديال زكريا حدرف.
وجدان 60 مليون. جوليان بويول هذا ان اجون ديال ادم النفاتي كي 340 مليون، وعاد باش اللاعب ديالنا مذكور اللي كان 90 مليون. هادشي المحلي، المحلي باش تفهموا باش نكونوا واضحين، مليار و600 من هنا لديسمبر. اضيف الى ذلك اشنو جاي على المستوى الدولي، محمد بوكاسي دابا يستخن على 200,000 دولار، 200 مليون، عنده حكم ابتدائي مشينا معاه 60,000. سبورتس باك هذه لاجونس ديال مالونغو، هذه لاجونس اللي كان جابت لنا مالونغو بقى داعيانا على 6 مليون دي ديرهم، 600 مليون، من هنا لديسمبر غيكون حكم نهائي. واحد الشركه جابت لنا مالونغو في العقد ديالها كتقول الا تباع لاعب عندي الحق في 20%. حنا بعنا اللاعب ما خلصناش الشركه، الشركه داعيان. تي بي مازيمبي، تي بي مازيمبي في نفس بخصوص نفس اللاعب. دابا انا اش كنشارك معكم، كنشارك معكم القضايا، هادشي كاع اللي كتشوفوا هنا كل واحد فهادو عنده رقم قضيه، يا اما المستوى الوطني يا اما على المستوى الدولي. عندك تي بي مازيمبي لافي ديال مالونغو عاوتاني، تي بي مازيمبي كتقول لك هذاك اللاعب اللي سينيتو ليه انا عندي فيه الحق، فهمتي، ها تبيعو فيها 300 مليون ديال السنتيم بالتضامن ما بين الرجاء وما بين مالونغو، مزيان حتى هي مازال. دونك الاخوه ها الوضعيه الحقيقيه اللي كتماشى مع داكشي اللي قال السي حوراني، ما يمكنش لينا نستمروا بنفس الطريقه لان ما نخرجوش من الدوامه هذه. حنا هذا العام هذا من نهار جينا هذا المكتب من ماي، من ماي 2023 الى يومنا هذا راه حنا قربنا على 5 المليار، داكشي اللي خلصنا واحد 4 المليار و800 ولا 5 ديال النزاعات. دابا تخيلوا معايا هذا المبلغ هذا كون ما كانش عندنا في النزاعات ودينا فيه، درنا استثمار في المستقبل، كنا غنكونوا يعني غاديين في الطريق الصحيح. دونك الاخوه انا علاش بغيت نوريكم هادشي، الله يجازيك، علاش بغيت نوريكم هادشي غير باش نتفقوا على خريطه الطريق. اذا ميساج واضح من عند السي عادل الهاله باش كل واحد يعرف، يعرف البلايصه ديالو، يعرف شنو غيدير. هاد الناس راه داخلين على الغرق المبين، داخلين على مشاكل كبيره ماديه، ان شاء الله يحاولوا بعدا يحيدوا المنع في هذه المرحله باش يكاليفيو اللاعبين اللي جابوا، ومن هنا من تما لتما من شهر من دابا لشهر 12 يحل عاوتاني 1000 حلال، لان من هنا شهر 12 طايحين عاوتاني واحد المليار و600 غير من هنا شهر 12. بلا ما نهضروا على داكشي ديال مالونغ، هذا مالونغ هذا مشى امارات ومشى لقطر ورجع للامارات وما عرفتش، وباقى تابعه واحد المليار تابعه شركه، شركه المازين بها. مي بون خير فيما اختاره الله، من مره اخرى برافو. ولكن 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 السيد الرئيس كان واضح، واضح. علاش 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 الوضوح؟ دابا واش كاين الحاج، واش كاين العوين ولا كاين غا بلا بلا؟ لا دابا شوف العوين، الشيء ملي دابا واش كاين العوين ولا كاين الشوف الاشاره واحد القضيه مهمه الحاج، حيت دابا بزاف الناس كيخليو لو فون كيمشيو لافون، وهلا وكيفاش هلا رئيس وكيفاش هادو والمكتب وكذا، وتخليني وتهضر معايا على المشكل الراجل، تهضر معايا على واش غتعاون ولا ما تعاون. دابا هو علاش عطى هاد الارقام؟ لحقاش بين بانه دار واحد الميساج للناس اللي باغا تعرف، وتا هذوك اللي معاه، وتا الناس اللي باغا تجي تسير ولا باغا تسير من بعد منه. لحقاش ماشي اي واحد غادي يجي يسير وما يقولش الحقيقه المره، هذه حقيقه مره، هذه ما كانت حقيقه صعبه. لحقاش ملي كنتكلم معك انا على واحد كاع ما لعبش وغادي يدي 300، واحد جاب عنده شركه وعنده الفرقه وعنده تي بي مازامبي وعنده هذاك وباقي كيتسال، الاخر كيتسال، هنا كيبان لك واحد الاشاره بان كيفاش هاد الامور دارت وكيفاش تدبرت وكيفاش تسيرت وكيفاش كانوا هادوك العقود وكيفاش. هذا اشكال، هذا اشكال، هذه الحقيقه هي هذه. السيد واضح وضوح الشمس كيقول لك انا ها انا دخلت وها المشاكل اللي مطروحه. ودابا تصور السي عادل هما خصهم واحد، هيا بداك خصهم واحد 11 مليون ولا 12 مليون درهم، هي الاولى المنع، المنع المنع مليار واحد، عاد غيخصك مليار واحد باش تسير من لهنا فوالا لجونفي، حيت هو على داك الشيء اللي كنسمع
ما باغيش يدير هذاك الشيء في الاوراق ما باغيش يدير اسيد سور بابي باغي يكون عنده الفلوس باش نيت يدبر الامور اللي جايه من بعد. ودابا 11 مليون درهم ولا 12 مليون درهم اللي غادي كنتكلموا عليها اللي خصها تكون دابا حاليا باش تحل المشكل من الاربعاء ولا هذا راه سي با ايفيدون باش يجي اي واحد. انا بالنسبه لي شوف اسي عادل الكره سيرتو ملي كنتكلموا على الفرق الكبرى الكره ولات صعبه. انا دابا ملي كنسمع بعض اللاعبين ولا ما كنعرفوهمش كاع نهائيا شي سميات محشومه كاع توش ما داروش توش وكيبغي يدي 300 400 كيفاش كان العقد معاه كيفاش شكون جابو شكون اللي سينا مع هذاك العقد شكون اللي دار مع هذاك هذه راه امور امور ماشي سهله. الناس خصها انا بالنسبه لي شي ملي جبد السميات وجبد الامور واضحه السيد راه يعني كان باين بان كاين النيه ديال العمل وكاين النيه ديال نتمنوا الخير كاين هذا المكتب وهذا المكتب هو اللي دوز العام اللي فات هو اللي غيكمل دايرين خدمه كبيره وماشي سهله سي با فاش ماشي سهله ماشي سهله حيد واحد 5 مليار فوالا الشيء ملي كتجي وكتلقى الغرق وكتبغى شوف الكره شناهي الكره خاصك تحيد داك الشيء اللي عليك وخاصك توجد اللي جاي. انت دابا ديجا عندك ان ديبلاسمون اللي مشيتي درتي غادي دير دابا كوب دافريك لو ديبلاسمون ماشي ساهل لو ديبلاسمون غادي حتى لغانا عندك انت مشيتي لغانا انت مشيتي الكونسونطراسيون ها الفول هذا وخاصك ترجع وخاصك لا كان دي بريم اللعابه وخاصك لي سالير وخاصك راه الامور ماشي سهله. والثاني انت هذوك الناس الدراري اللي جبتي واحد 5 ولا 6 اللي غادي تكالي فيهم ولا راه اللي كتشوف اللي جاي اللي جاي كتقول كيفاش غادي يكون تدبير ديال داكشي اللي جاي ونتمنوا الخير نتمنوا الخير وصافي خدامين فاكرني والناس كلهم خدامين كيحيدوا عيطوا على الناس اللي كيتسالوا هادو اللي بقاو في هاد لي دوسي اجي خود هادي دير قضي هذا باش يقدروا يكاليفيو بعد هاد اللاعبين لان الرجاء محتاج البونتوش يكون مزيان محتاج اللاعبين يكونوا في المستوى داكور هذا بالنسبه للرجاء.